السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده هنشرح بارت 2 الجزء الثاني من يونت 1 الوحدة الأولى منهج كونكت بلس 5. ركز حبيب قلبي معايا، كبر الصورة علي الجودة. لو دي أول مرة تشوفني يشرفني إنك تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات على الكل علشان يوصلك إشعار بكل جديد أنا بقدمه ليك. يلا بينا نبدأ فيديو النهاردة. مبدئيا كده احنا هنبدأ بالكلمات اللي البطل ان شاء الله هيقدر يحفظها، الكلمات اللي موجودة في lessons 3 and 4. اول حاجة يعني ايه مصور للحياة البرية؟ الشخص المصور اللي بينزل يصور الغابات مثلا والحيوانات اللي هناك، ده مصور للحياة البرية، وده اسمه بالانجليزي wildlife اللي هي الحياة البرية wildlife photographer يعني مصور photographer، فتبقى على بعضها كده wildlife photographer مصور للحياة البرية، شخص بينزل يصور الحياة البرية wildlife photographer. التأثير اسمه effect ومشهور famous مشهور famous. المعرض او العرض اسمه exhibition. غابة الامازون المطيرة، انت طبعا تعرف ان الغابات المطيرة اسمها رين فورست اللي هي الغابة الاستوائية. طيب الامازون في غابة استوائية اسمها غابة الامازون، ودي اسمها بالانجلش امازون رين فورست اللي هي غابة الامازون المطيرة. طبيعي يعني حاجة طبيعية الانسان ما عملهاش، طبيعي natural طبيعي. نصيحة advice اللي هي النصيحة advice، ما تجمعهاش يعني ما تقولش advices، ما تجمعهاش advice هي uncountable هي لا تعد. طائر طنان النحل اسمه hummingbird. هدف goal. طبعا انا بعتذر عن يعني بشاعة صوتي، عافانا الله واياكم، طبعا نزلت برد يعني جامدة جدا فاستحملوني. مظلة canopy. مهم important. بذور seeds. فاكهة القشطة الهندية custard apple. جزء port. نيجي للأفعال، أفعال منتظمة يحدث happen والماضي happened، بقولك أفعال منتظمة. يؤثر affect والماضي affected أثر. يدعو يعزمك يعني على حاجة invite والماضي invited. يتذوق taste والباست منها tasted. يطن اللي هو صوت النحل، يعني النحل بيعمل طنين، يعني ده اسمه buzz والماضي buzzed the bees buzzed النحل طن يعني عمل صوت. الافعال بقى irregular، يتعلم learn الباست من learned يقطع cut. يظهر او يبين show والباست showed. بالطبع of course. نصيحة لي اسمها advice for you نصيحة ليك advice for. دار لي، احنا قلنا في السيشن اللي فات ان good for يعني مفيد لي، النهاردة هنقول ان bad for يعني دار لي bad for. يقطع cut down. هذا صحيح that's right. قادر على able to. الصفات يا حبيب قلبي احنا هناخد الصفة والاسم المعنوي منها او الاسم اللي ما بيتشافش منها،
تمام. يعني بص، جميل بياتيفول 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 بياتيفول. طيب الجمال، الجمال ده اسم معنوي او اسم مجرد او اسم ما بيتشافش. اوكي، الجمال اسمه بياتي 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 بياتي. محظوظ لاكي لاكي لاكي، الاسم منها لك، لك بقى اللي هو الحظ، وده ما بيتشافش، حاجه مجرده او حاجه معنويه ما بتتشافش. لك لك لك. صبور patient patient patient، انسان صبور patient man، رجل صبور. الصبر بقى هو ما بيتشافش، الصبر اسمه patience 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 patience. ناجح يعني successful successful successful. النجاح بقى success 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 success. طيب ركز معايا بقى listen four، كلمات listen four. الاطم، وده بقرة البحر، كائن جميل جدا على فكرة، لو بحثت عنه يعني هتذهل. ده اسمه دوغونغ 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 دوغونغ. طائر الرفراف اسمه كينج فيشر كينج فيشر كينج فيشر كينج فيشر. السحلية ليزرد 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 ليزرد. واحد مرتبك اوكي او متحير كونفيوزد 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 كونفيوزد. شجرة المانجروف مانجروف تري مانجروف تري مانجروف تري مانجروف تري مانجروف تري. دودة ورم 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 ورم. حبوب اللقاح بولن 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 بولن. قلق وريد 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 وريد. مندهش سيربرايزد 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 سيربرايزد. صعب difficult difficult difficult. أفضل bitter bitter bitter. أسوأ worse 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 worse. صوت طنين النحل، الصوت بتاع النحل اسمه buzzing sound buzzing sound buzzing sound buzzing sound. مشكلة problem 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 problem. فجأة suddenly 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 suddenly. أخبار news news news. شاحنة truck truck truck. معا together 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 together. غير سعيد unhappy unhappy unhappy. مستقبل future 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 future. الأفعال يزرع plant plant والpast planted زرع planted. يشرح أو يوضح explain 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 والماضي explained explained. يرد reply reply والماضي replied replied. يبكي او يصيح cry cry والماضي cried cried. يأتي come come والماضي came came. يطير fly fly والماضي flew flew. يسمع hear hear والماضي heard heard. يحضر bring bring والماضي brought brought brought. في تعبيرات بقى زي يهبط يهبط يعني fly down fly down fly down fly down. يتحسن get better get better get better get better get better. سبب لي reason for reason for reason سبب for لي reason for reason for أو مبرر لي reason for. يصعد من come up out of 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 come up out of. يعني يصعد من. يخطئ make a mistake. يبقى هنا make مش معناها يصنع، هنا make يرتكب. make a mistake mistake يعني خطأ طبعا. make a mistake يعني يخطئ أو يرتكب خطأ. make a mistake make a mistake make a mistake make a mistake make a mistake. يخطئ make a mistake. كم تمرين خفيف كده على الكلمات اللي احنا لسه قارينا. يعني مثلا اول حاجة بيقول لك my a is to win the competition، ان انا افوز بالمنافسة، ده طبعا الجول الهدف بتاعي my goal هدفي. اتنين بيقول لك the wildlife الحياة البرية. a takes photos بيلتقط صور of the natural environment
للبيئة الطبيعية طبعا اسمه الوايلد لايف فوتوغرافر، مصور الحياة البرية. طيب رقم ثلاثة بيقول لي people ايه down trees to get wood، طبعا cut down trees يقطع الأشجار ليه؟ to get wood to make beds and chairs، علشان ياخدوا خشب يعملوا بيه سراير وكراسي. what do castor apples اللي هي القشطة الهندية ايه like، طبعا اقول taste like، يعني taste يعني طعمها taste like. when you are a you find it difficult to understand something، طبعا when you are confused، لما تكون confused يعني مرتبك okay بتجد صعوبة انك تفهم شيئا. mom looked a when I had an accident، ماما كان شكلها ايه او بدت ايه لما انا عملت حادثة، طبعا اكيد هتكون worried، مش happy مش sleepy مش clever. طيب the a flies around the rivers to catch fish، مين اللي بيطير حول الانهار لكي يصطاد السمك، طبعا مش السنيك، مش السنيك خالص، مش البي، مش الانت، هو طبعا الكينج فيشر اللي هو الطائر الطنان، بيطير حول الانهار لكي يصطاد السمك، لكن النحله طبعا مش هتطير علشان تصطاد سمك، ولا الثعبان ولا النمله. رقم 8 ايه اور ريبتايلز، ريبتايلز يعني زواحف، ذات هاف فور ليجز عندهم اربع ارجل، اكيد مش السنيكس طبعا لان السنيكس مش عندهم ارجل اصلا، اكيد مش الباتر فلايز لان هم مش زواحف اصلا، واكيد كمان مش الورمز مش الديدان. and live in the desert ويعيشوا في الصحراء طبعا الليزرز السحالي. number 9 بيقول لي primary school teachers مدرسين المدرسه الابتدائيه need to have a lot of need to have a lot of patience، محتاجين يكون عندهم الكثير من الصبر. feels unhappy بيشعر انه غير سعيد because he is thinking about his، لانه بيفكر في البروبلمز بتاعته المشاكل بتاعته، فبالتالي هو unhappy هو غير سعيد. there were three bees يوجد ثلاث نحلات buzzing بتطن around the tree حول الشجرة. bees carry النحل بيشيل a from one plant to another من نبات لاخر to help plants make seeds علشان يساعد النباتات انها تعمل بذور، طبعا بيشيل البولن اللي هي حبوب الايه اللقاح. i was a when my dad bought me my favorite dessert، انا كنت ايه لما بابا اشترى لي الحلو المفضل بتاعي، اكيد اكيد هكون surprised يعني متفاجئ مندهش. she wanted to show us، هي عاوزة تورينا the a of her new dress، طبعا the beauty جمال فستانها، okay مش صبر ولا هدف ولا حظ، لا the beauty الجمال of her new dress فستانها الجديد. she went to the museum ذهبت للمتحف to see the new طبعا علشان تشوف الاكسبيشن المعرض. طيب احنا كده بالنسبة لجزء الفوكاب، تعالى ننتقل تاني للبورد علشان عندنا حاجات مهمة جدا هنقراها. احنا دلوقتي عاوزين بقى نقرا او نشوف الدروس اللي عندنا سواء كانت reading او listening. اول موضوع هنتكلم فيه هو نابك ناشونال بارك او محمية نبأ الطبيعية، نابك ناشونال بارك محمية نبأ الطبيعية. اوكي ناشونال بارك يعني محمية طبيعية، ونبق يعني نبأ، وده في طبعا في سيناء او في جنوب سيناء. فاول حاجة بنقول نبق، نبق ال N الكابيتال، نبق is بتكون، بتكون ايه طيب نبأ؟ a very big، a very big، a very big city مدينة؟ لا. طيب a very big lake بحيرة؟ لا. national park محمية طبيعية. نبك is a very big national park يعني محمية طبيعية كبيرة جدا. طيب مكانها فين؟ زي ما قلت لك in south Sinai في جنوب سيناء، in south Sinai. يبقى احنا كده عرفنا اول حاجة الموقع المكان بتاع نبأ او محمية نبأ الطبيعية. وايه هي نبأ؟ اوكي يبقى نبأ is a very big national park، مكانها فين؟ in south Sinai. where is نبأ؟ it's in south Sinai. what is نبأ؟ it is a very big national park يعني محمية طبيعية كبيرة جدا. تاني جملة بقى بنتكلم على المانجروف تريز، هو هيطلب منك على فكرة باراجراف على المانجروف تريز اصلا، يعني كل الجمل اللي جاية على المانجروف تريز اشجار المانجروف. يعني احنا خلاص احنا مش هنتكلم على النبأ تاني، احنا كل الكلام اللي جاي دلوقتي على المانجروف تريز. فالمانجروف تريز ده موضوع مهم قوي حبيبي، لو طلب منك تكتب باراجراف على المانجروف تريز حبيب قلبي ركز تمام.
اول حاجه هنقول ان مانجروف مانجروف تريز اشجار المانجروف are so important يعني مهمه جدا for the marine ecosystem لنظام الحياه او نظام البيئي البحري. يبقى mangrove trees are so important مهمه جدا. احنا هنعرف ليه دلوقتي. for important for يعني مهم لي زي good for كده جيد لي او مفيد لي. important for مهم لي. طب هي مهمه لايه؟ مهمه لي the marine ecosystem البيئي البحري. اوكي يبقى mangrove trees اشجار المانجروف are بتكون so important او important مهمه for لي the marine ecosystem مهمه للنظام البيئي البحري. البيئه بتاع البحر مش النهر. لا 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 بتاع البحر. المانجروف تريز مهمه جدا لي. اوكي نمسح الكلام ده. Nabuk is a very big national park in South Sinai. Mangrove trees are so important, مهمة جدا for the marine ecosystem, للنظام البيئي البحري. طيب تعالى نعرف ايه يعني المانجروف تريز دي اهميتها ايه بالظبط او هي ايه بالظبط. تعالى بيقول لي هنا ان المانجروف تريز اولا نعرفها ايه هي. مانجروف تريز اشجار المانجروف can يعني بامكانها grow out of the sea تنمو في البحر. يبقى دي اول حاجه يعني حاجه مدهشه جدا ان شجره بتنمو في البحر. يبقى can grow out of يعني تنمو من grow out of the sea البحر. حاجه غريبه قوي لما تبقى في شجره بتنمو في البحر. يعني ايه تنمو بقى هنا؟ تنمو في هنا يعني grow out of the sea تنمو من البحر. grow out of the sea. mangrove trees جملة مهمة اكتبها في البروجراف بتاعك. mangrove trees can grow out of the sea. mangrove trees اشجار المانجروف can grow out of the sea. طيب بعد كده هنقول ان the roots الجذور. طبعا شجرة اكيد لها جذور. طبعا مفيش شجرة من غير جذور. the roots of mangrove trees يعني جذور اشجار المانجروف. the roots of mangrove trees help them. الجذور بقى هي اللي بتاخد الاكسجين. اوكي احنا عارفين ان في الطبيعي جذور بتاخد الميه لكن هنا الجذور هي اللي بتاخد الاكسجين. the roots of mangrove trees جذور اشجار المانجروف help بتساعد help them بتساعدهم اللي هي الاشجار. الجذور بتساعد الاشجار get في الحصول على oxygen اللي هو الاكسجين. نقولها تاني. the roots of mangrove trees جذور اشجار المانجروف help them او can help them بتساعدهم بتساعد الاشجار get oxygen. the roots of mangrove trees help them get oxygen. يبقى احنا هنا قلنا ان اشجار المانجروف بتنمو من البحر او بتنمو في البحر وهنا قلنا ان الجذور بتجيب الاكسجين. mangrove trees can grow out of the sea. the roots of mangrove trees help them get oxygen. اوراق او الليفز الاوراق بتاعت اشجار المانجروف الاوراق دي بتتميز انها thick سميكه thick وده يعني بيساعد اشجار المانجروف ان هي ما تفقدش ميه كتير. فهنقول الكلام ده بالانجلش. بص بقى هنقوله ازاي. هنقول ان mangrove thick leaves. اوكي يعني الاوراق السميكه لشجر المانجروف. mangrove thick leaves مالها stop بتمنع stop او بتوقف stop the plants بتمنع النباتات stop the plants بتمنع او بتمنع النبات losing water انه يفقد الماء. lose يفقد losing water انه يفقد الماء. when عندما it is very hot
when it is very hot لما يبقى الجو حر جدا. نقولها تاني، ان mangrove thick leaves بتعمل ايه؟ بتعمل وظيفة مهمة جدا، الاوراق السميكة للمانجروف stop them او stop the plants، بتمنع النباتات، بتمنع النباتات losing water، من فقد الماء. stop plants losing water، بتمنع. طبعا احنا قلنا السيشن اللي فات ان stop هيجي بعدها فعل مضاف له ing. stop plants بتمنع النبات losing water، من فقد الماء او فقدان الماء. when it is very hot لما يبقى الجو حر جدا فالنبات ما يفقدش مية بسبب المانجروف thick leaves. فاكر في السيشن اللي فات لما قلنا safe home، موطن آمن، safe home for، موطن آمن لي، اهي المانجروف trees دي موطن آمن لي. بص، the forests الغابات، the forests الغابات are بتكون a safe home for، a safe home for يعني موطن آمن لي، a safe home for many animals، many animals يعني حيوانات كثيرة. نقولها تاني، the forests الغابات are a safe home for many animals. forests الغابات are بتكون a safe home for يعني موطن لي many animals حيوانات كثيرة. the forests الغابات are بتكون a safe home for many animals، موطن آمن لحيوانات كثير. قبل ما نمسح، mangrove thick leaves الأوراق السميكة للمانجروف stop the plants بتمنع النبات losing water من فقدان الماء. when it is very hot لما يبقى الجو حر جدا. the forests الغابات are a safe home for هي موطن آمن لي many animals الكثير من الحيوانات، هي موطن آمن لحيوانات كثيرة جدا. طيب تعال نشوف آخر جملة متعلقة بالمانجروف trees. الجملة اللي جاية بتقول لك إن mangrove trees، أشجار المانجروف، المانجروف تريز بتعمل حاجة مهمة جدا للبيئة أو help us، بتساعدنا help us with في مشكلة إيه بقى؟ help us with global warming، الاحتباس الحراري. global warming mangrove trees help us with global warming. عارف ليه؟ لان المانجروف تريز بيمتص ثاني اكسيد الكربون اكتر 4 مرات من الشجر العادي، فبالتالي هو بيقلل قوي من نسبه ثاني اكسيد الكربون، فبيساعدنا فعلا في مشكله الاحتباس الحراري. نقولها بالانجلش، mangrove trees اشجار المانجروف help us بيساعدنا with في مشكله ايه؟ مشكلة كبيرة اللي هي global warming، الاحتباس الحراري. نقولها تاني، mangrove trees أشجار المانجروف help us بيساعدنا with global warming في مشكلة الاحتباس الحراري. الفقرة اللي جاية بقى دلوقتي احنا نتكلم على الايكوسيستمز. الايكوسيستمز اللي هي النظم البيئية، زي مثلا المارين ايكوسيستم النظام البيئي البحري. فاحنا نتكلم دلوقتي على الايكوسيستمز. فاول حاجة هنقول what are ecosystems اصلا، ايه هي النظم البيئية اصلا. فهنقول كده an ecosystem النظام البيئي is بيكون ايه؟ all animals and plants in an area، all animals كل الحيوانات، and plants والنباتات، in an area في منطقة. المنطقة دي مثلا كل الحيوانات والنباتات اللي فيها، ده بيكون ecosystem. خلاص، يبقى ايه هو الecosystem؟ an ecosystem is النظام البيئي بيكون all animals and plants كل الحيوانات والنباتات in an area في منطقة. الحيوانات والنباتات اللي موجودة في منطقة هو ده الecosystem بتاعها، هو ده النظام البيئي اللي هنا. بعد كده هنقول it can be، النظام البيئي ممكن يكون صغير وممكن يكون كبير. it can be as small as، صغير مثل، as small as يعني صغير مثل، it can be هو ممكن يكون، it can be ممكن يكون as small as صغير مثل، as small as a pond يعني pond يعني بركة،
it can be as small as a pond. ممكن يكون صغير زي بركة، بركة بس بركة مية كده، هو ده نظام بي اي خلاص. وممكن يكون كبير، فهنقول مثلا or أو as big as، كبير مثل as big as a forest، غابة a forest غابة. يبقى ممكن يكون صغير زي البركة أو كبير زي الغابة. It can be الـ ecosystem. It can be ممكن يكون as small as a pond، صغير زي البركة، or أو as big as a forest، كبير زي الغابة. نظام البيئي بيحصل حاجة زي التفاعل بين الكائنات الحية والكائنات الغير حية زي المية والرمل والصخور والكلام ده. فهنقول in an ecosystem، in an ecosystem يعني داخل النظام البيئي او في النظام البيئي اللي بيحصل، هنقول ان living things الكائنات الحية، living things الكائنات الحية اللي هي الحيوانات والنباتات، مالها؟ interact، interact يعني يتفاعل، interact 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 living things interact interact بتتفاعل with، مع interact with تتفاعل مع، الكائنات الحية بتتفاعل مع non-living things الكائنات الغير حية، non-living things. نقول الجملة دي تاني، in an ecosystem في النظام البيئي living things الكائنات الحية interact with بتتفاعل مع non-living things الكائنات الغير حية. آخر جملة بتقولي إن the different species الفصائل المختلفة in an ecosystem، مالها يا ترى؟ استنى كده ما نكتب the different species in an ecosystem، الفصائل المختلفة في النظام البيئي make a community بتكون حاجة اسمها مجتمع، ده مجتمع. Make a community، make a community and they all، and they all وكلهم الفصائل المختلفة دي كلهم need محتاجين each other، محتاجين بعضهم، need محتاجين each other بعضهم، and they need each other. طيب ليه محتاجين بعضهم؟ علشان يتعايشوا او علشان يفضلوا عايشين، to survive، to survive. يبقى the different species in an ecosystem، الفصائل المختلفة في النظام البيئي، الفصائل المختلفة دي make a community بتكون مجتمع، and they all need each other وكلهم محتاجين بعض، to survive علشان يفضلوا عايشين. هقولها لك تاني، the different species in an ecosystem، الفصائل المختلفة في النظام البيئي make a community بتعمل مجتمع او بتكون مجتمع، and they all وكلهم need each other محتاجين بعضهم، to survive علشان يتعايشوا. نقول البورد كده، in an ecosystem في النظام البيئي living things الكائنات الحية interact with يتفاعل مع non-living things مع الكائنات الغير حية، the different species الفصائل المختلفة in an ecosystem في النظام البيئي make a community بتكون مجتمع، and they all need each other وكلهم محتاجين بعض، to survive علشان يفضلوا عايشين. الفيرست قلنا ان هي ecosystem نظام بيئي. طيب الاجزاء بتاعت النظام ده بتتفاعل مع بعضها؟ او بتتفاعل مع بعضها. طيب بتتفاعل مع بعضها ازاي؟ هو ده السؤال ده، how do، how كيف، do all parts كيف جميع اجزاء of a forest ecosystem اجزاء النظام البيئي بتاع الغابة interact بتتفاعل ازاي؟ الاجزاء اللي كونت النظام البيئي للغابة بتتفاعل مع بعضها ازاي؟ طيب تعال نشوف ازاي. اول حاجة بنقول مثلا the Amazon rainforest، اوكي هنضرب مثال بغابة الامازون المطيرة. the Amazon rainforest is a very important ecosystem، نعرفها الاول نقول ايه هي. The Amazon rainforest، غابة الأمازون المطيرة is بتكون a very important ecosystem. أنا لسه ما دخلتش في الموضوع، أنا بس إيه
بعرف ايه هي الامازون رين فورست اللي انا هضرب مثال بيها. The Amazon Rainforest، غابة الامازون المطيرة او غابة الامازون الاستوائية، is a very important ecosystem، هي نظام بيئي مهم مهم جدا، is a very important ecosystem. بعد كده هنقول ان all the living things in the rainforest need each other. All، كل the living things، all the living things، طبعا ال living things اقصد بيها ال animals وال plants، الحيوانات والنباتات، هما دول الكائنات الحية. كل الكائنات الحية، all the living things، او ممكن تقول all the animals and plants in the rainforest، في الغابة الاستوائية دي او في الامازون rainforest، in the rainforest كلهم need، محتاجين each other، محتاجين بعضهم، need each other، need each other، محتاجين بعض. All the living things، كل الكائنات الحية in the rainforest need each other. يعني مثلا الأسد ما يقولش لا أنا مش محتاج النبات ده، لا خالص، الأسد محتاج النبات، تمام؟ الأسد محتاج النبات، آه، ودي ستوري موجودة في الدرس. الأسد محتاج النبات، آه، كل الكائنات الحية محتاجة بعض. All the living things، كل الكائنات الحية in the rainforest، in the rainforest، in the rainforest، في الغابة الاستوائية أو في الغابة المطيرة، كل الكائنات الحية need each other. قبل ما امسح البورد، the Amazon rainforest is a very important ecosystem، نظام بيئي مهم جدا. All the living things، كل الكائنات الحية in the rainforest، في الغابة المطيرة، need each other، محتاجين بعض. يعني الطيور والحيوانات بيساعدوا النبات، بيساعدوا النبات في عملية التكاثر، ان هما بياخدوا البذور من مكان لمكان. طيب نقولها ازاي بالانجلش؟ هنقول birds and animals، birds and animals، birds and animals، الطيور والحيوانات، help، بيساعدوا، the trees، بيساعدوا الأشجار. Okay، birds and animals help the trees، الطيور والحيوانات بتساعد الأشجار ازاي؟ as هنا زي because كده، علشان they، هم الطيور والحيوانات، take، بياخدوا ايه؟ the seeds، البذور، they take the seeds، بتاخد البذور، الطيور والحيوانات دي بتاخد البذور، to، الى، بتاخد البذور لفين؟ other parts of the forest، اجزاء اخرى او مناطق اخرى، other parts، مناطق اخرى، اجزاء اخرى of the forest، في الغابة. Okay، they take the seeds to، بياخد البذور او بياخدوا البذور ل other parts of the forest، اجزاء اخرى في الغابة. وبالتالي بقى ايه اللي هيحصل؟ and new trees، اشجار جديدة grow، بتنمو. يبقى الحيوان ده كان سبب ان في شجرة جديدة طلعت. Birds and animals، الطيور والحيوانات، help the trees، بتساعدوا الأشجار. بيساعدوا الأشجار إزاي؟ as they take the seeds، بياخدوا البذور، to other parts of the forest، لأجزاء أخرى في الغابة. وبالتالي بقى and new trees grow، أشجار جديدة بتنمو. فاكهة القشطة الهندية اللي هي الكاستر أبل مهمة جدا جدا جدا، لأن الحيوانات بتاكلها وبتفضل عايشة. فهنقول بالإنجليش يعني زي ما الحيوانات فادت النبات، فالنبات كمان هيفيد الحيوان. إن كاسترد أبل، كاسترد أبل، فاكهة القشطة الهندية، كاسترد أبل تريز، أشجار، كاسترد أبل تريز، أشجار فاكهة القشطة الهندية، are، بتكون important، important، مهمة، important، مهمة، to the rainforest ecosystem، rainforest ecosystem، للنظام البيئي للغابة. أشجار القشطة الهندية مهمة هناك، اه. Castored apple trees are important to the rainforest ecosystem. طيب ليه؟ because، لأن، because، لأن، السبب هيجي دلوقتي، because animals، الحيوانات، animals eat، animals eat the fruit، الحيوانات بتاكل الفاكهة، to survive، علشان تضل عايشة. شفت حبيبي؟ شفت التفاعل، interaction، في تفاعل دلوقتي بين plants وال animals، بين ال living things، بين الكائنات الحية اللي موجودة في مكان واحد اللي هو ال rainforest. ده تفاعل، ده اسمه ecosystem، نظام بيئي.
اوكي هنقولها تاني ان كاسترد ابل تريز اشجار القشطه الهنديه are important مهمه to the rainforest ecosystem النظام البيئي بتاع الغابه الاستوائيه because لان animals eat the fruit to survive الحيوانات بتاكل الفاكهه لكي تتعايش عشان تفضل عايشه الحيوانات بتاكل الفاكهه طيب اخر حاجه بيقول لك when people cut down trees when people cut down trees لما تيجي ميجي البشر بقى ويقطعوا الاشجار ده هيأثر على الاشجار وهيأثر على الحيوانات برضو when people cut down trees ايه اللي هيحصل animals الحيوانات هتفرح ولا هتزعل لا الحيوانات هتزعل جدا animals lose او animals will lose will هنتكلم عليها السيشن الجاي will animals will lose الحيوانات سوف تفقد their homes بيوتهم their homes بيوتهم and food وطعامهم لان ده طعام وبيت الحيوان فالحيوان دلوقتي اصبح بدون بيت او طعام فنقولها تاني when people عندما الناس cut down trees تقطع الاشجار لما الناس بتقطع الاشجار animals الحيوانات will lose سوف يفقدون their homes بيوتهم and food وطعامهم تاني when people cut down trees لما الناس بتقطع الاشجار animals الحيوانات will lose سوف تفقد their homes and food بيوتهم وطعامهم خلصنا سيشن النهارده بحبك قوي انك وصلت النقطه دي في الفيديو حبيب قلبي السيشن الجاي ان شاء الله هيكون اخر سيشن في يونت 1 في الوحده الاولى هحاول قدر الامكان انزلها لك بدري برضو علشان تقدر تلم الوحده في اقرب وقت انا بحبك جدا 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 هتوحشني كتير جدا لغايه السيشن الجاي ان شاء الله دلوقتي بكل اسف خلاص خلصنا سلام جود باي